سمعني بقى يا زياده الاغنيه، كتبت ايه؟ شوف يا ست الكل، الاستاذ محمد شبابو هينزل الاول بالمقدمه، وبعدين انت تخشي على المسرح وانت بتتهزي وبترقصي، يخش وراكي المطرب يغني لك وانت بتتميلي يمينا وشمالا. اسمعي يا ست الكلام. سمعني سمعني يا اخويا واطربني. لا انس ولا جن حبس حابس، من احلى منك يا كوارس، من الحساد والعوازل عايزلك الف حارس وحارس، حبس حابس حابس من احلى منك يا كوارس. الله 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 الله، هو ده الكلام، ايه رايك؟ هايل هايل يا زياده، اهو ده الكلام. لا مؤلف عبقري. عبقري جدا والله. فكره، تصدق ان انت ابن حلال يا اسماعيل؟ ايه رايك بقى؟ انا عايز اخدمك. تخدميني ازاي؟ ايه رايك لو غنيت الاغنيه دي ورايا وانا برقص؟ انا غني حابس حابس؟ ايه الكلام مش عاجبك؟ لا ازاي يا استاذ، ده كلام يعجب اي حد يعني، بس عدم المؤاخذه انا ماليش في اللون ده. امال ليك في اني لون يا عناي؟ من غير لعنكي وانا مناخيرك، انا ليا في اللون بتاع الاستاذ محمد عبد الوهاب. ما يحكمش يا اخويا، كمل كمل يا زياده، كلامك بيشعلل النافوخ من جوه، كمل. انت بقى هتردي على المطرب اللي وراكي وتقولي بلا وكس على دول رجاله، طرابيش وشنبات وبرياله، على كده وعلى طول وعلى دي الحاله، رجاله ايه دول صنف زباله. حابس حابس. الله 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 الله، هو ده الكلام. الله ينور عليك. لا براو براو عليك يا زياده، وحلو قوي الحته يا اخويا اللي انت قلت فيها رجاله ايه دول صنف زباله. والله ما في حد زباله غيرك.